عندنا كمان فكرة التقمص، التقمص أو التوحد. لما أكون نفسي أعمل حاجة ومش قادر، عندي إحباط، فيقوم تتقمص وتتوحد بدور إنسان بيقدر يعمل الحاجة دي. زي بالظبط اللبس اللي الدكتور مش قادر، فيقوم يتقمص طريقة الكلام بتاع الدكتور وطريقة المعاملة بتاع الدكتور والأداء والمشية والشكل. ليه؟ لأنه هو كده، هو بيتقمص الفكرة دي، بتشبع رغبة داخلية جواه، هو الفكرة دي بتشبع عذرة، لكن ما بقاش دكتور. عشان كده بنقول إن الحالة الدفاعية ما بتعالجش، الحالة الدفاعية دي بتعمل أنواع تأخير وبتساعدك في كبت الرغبة، لكن ما عالجتهاش. بالظبط بنسميها في الطب المضاد الحيوي، دي عاملة زي المضاد الحيوي. لأن الرغبة بتفضل موجودة. الرغبة موجودة، أنت ما بقتش دكتور، أنت لسه رغبة جواك، لكن عشان مش قادر تقوم تعمل إيه؟ تحتال على تقوم تحتال على الموضوع، فتتقمص شخصية الدكتور. تلاقي الدكتور مثلا بيتكلم بطريقة معينة، فتتكلم زيه. بيتحرك وبيمشي وبيلبس بطريقة معينة، فتلبس زيه. ده نوع من أنواع إشباع رغبة أنت مش قادر تحققها، ولو إشباعها بشكل ظاهري، مفيش فيها مشكلة، تمام؟ فده نوع من أنواع زي التقمص.